صباح الخير مراد، صباح الخير حنان، صباح الخير لكل متابعينا عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. البداية اليوم لن تكون من المستقبل بل ستكون من التاريخ أيضا، حتى في فقرة التواصل الاجتماعي. الجميع يذكر العميل إدوارد سنودن الذي كشف الكثير وسبب الكثير من المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي عام 2013 عبر المواقع الإلكترونية، وكانت تسريباته الحقيقة بالغة التأثير في السياسات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية وكذلك في الكثير من الدول. الآن إدوارد سنودن متواجد في روسيا وطلب لجوءا سياسيا لكنه لم يحصل عليه بعد، لكنه يحصل على إقامة في روسيا. يقال كذلك أنه يطلب لجوء سياسي في دول أكثر في دول أكثر التي ليست لها علاقة تسليم مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الأمر صعب جدا للغاية، بما في ذلك روسيا التي كان يظن أنها ملجأ آمنا له، لكن فيما يبدو أنه لن يكون بأمان حتى في روسيا حسب التقارير التي صدرت الأيام القليلة الماضية. لنتابع معا هل سيتم تسليم إذن إدوارد سنودن، إذ ناقش مسؤولون روس إمكانية تسليم صاحب التسريبات الشهير إدوارد سنودن إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك كوسيلة لتحسين العلاقات السياسية مع الرئيس دونالد ترامب وفق ما ذكرته قناة NBC نيوز. وينقل تقرير القناة الإخبارية عن مسؤول أمريكي لم تكشف عن هويته قوله إنه حلل تقارير استخباراتية تتعلق بخطط روسيا لتملق الإدارة الأمريكية الجديدة، تجدر الإشارة إلى أن دونالد ترامب صرح سنة 2013 أنه لو كان رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية لأحضر سنودن في أسرع رحلة جوية ومع تقديمه للاعتذار. إذن سنودن في حالة خطيرة على ما يبدو، إذ أنه يمكن أن يتم تسليمه بين اللحظة والأخرى إلى الولايات المتحدة الأمريكية. على الرغم من ذكائه وتوجهه إلى هونغ كونغ، نعم، في أول محطاته هروبا من المطالب الأمريكية بتسليمه ثم إلى روسيا، لكن يبدو أن العلاقات الروسية وهذا وتلك العلاقة الجيدة بين أول حميمية، نعم، بين بوتين، نعم، طبعا بين قوسين، نعم، حميمية بين بوتين وترامب قد تفتح أفقا جديدا أو آفاقا جديدة للتعاون بين الولايات المتحدة وروسيا، وقد يضحى ويكون كبش الفداء. هو سنودن علق على القصة بتغريدة قال بأنه يعني يتكلم مع المؤيدين، يقول بأننا نحن أكثر منهم، حتى لو مسكوني فنحن دائما سنكون أكثر منهم، في إشارة ربما إلى أنه إذا ذهب سنودن سيأتي سنودن آخر وتسريبات أخرى ولن تتوقف التسريبات، وليس واقعة ويكيليكس عنا ببعيد، يعني هنالك دائما التسريبات الواحدة تلو الأخرى، لكن لا ندري إن كانت هذه التسريبات ستغير شيئا في أرض الواقع. لكن هناك تضارب في التصريحات، هناك مصادر روسية نفت هذا الأمر. نعم، هناك مصادر روسية نفت يعني بأنهم مددوا إقامة سنودن لسنتين حتى 2020، نعم، وبأن هذا القرار لا يمكن أن تتخذه أي جهة سوى الرئيس بوتين أو الإدارة المختصة بالهجرة. نعم، وهذا ما سنراه ممكن في الأيام القليلة المقبلة. تقارب ترامب بوتين هذا هو الذي يخيف وهو الذي يجعل الشكوك تحوم حول مدى أو الفترة التي سيقضيها صحيح، وأثر المعركة في روسيا. الجهود أيضا قبل أن يترك أوباما الحكم كانت هناك جهود حثيثة وتوقيعات حتى من أكبر مسؤولي تويتر وغيرها، نعم، لكي يطلق صراع أو يعفو عن سنودن قبل تركه السلطة، لكن هذا الأمر لكن لا قبل هناك أصوات تطالب برأسه أكيد. تركوا ترامب، وترامب كما يبدو في سنة 2013 كان بين قوسين يتحرش بسنودن ويقول أنه في أول ما يكون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية سيحضره رغما عنه، ويبدو وقال أنه يستحق الإعدام، وقال أنه يستحق الإعدام، نعم. نواصل إذن في فقراتنا التالية. اليوم سنتكلم عن المدن الذكية. كما تعرفون هنالك هذا المصطلح الجديد هو اسمه المدن الذكية، ويقصد به مجموعة الخدمات التي تقدمها المدينة الذكية بطريقة تكنولوجية لتسهيل حياة الناس في كل نواحي حياتهم، في الازدحامات المرورية والتقليل منها، في الخدمات المرتبطة بركن السيارات، في الخدمات المرتبطة بالإنترنت وكل ما يتعلق بحياة الناس. فهنالك ظهر هذا المصطلح، مصطلح المدن الذكية. الآن الكثير من دول العالم عندما تبني مدينة جديدة يجب أن تتوفر فيها هذه الخدمات، خدمات المدن الذكية. الأمس أول أمس كان صدر تقريرا عن ما هي أفضل مدينة ذكية استطاعت أن تسيطر نوعا ما عن الاختناقات المرورية بطريقة أو بأخرى. نتابع مع بعض، إذ صنفت مدن سنغافورة ونيويورك وبرشلونة وأوسلو ولندن وسان فرانسيسكو كأذكى المدن في العالم من حيث البنية التحتية لتكنولوجيا الاستشعار عن بعد،
ويسرد التقرير الجديد المدن التي عمدت إلى نشر أجهزة استشعار القرب، وهي أجهزة الاستشعار التي تكشف عن الأشياء كالسيارات المتواجدة في موقف السيارات مثلا. وقامت سنغافورة بنشر عدد هائل من أجهزة الاستشعار والكاميرات في جميع أنحاء المدينة من أجل تحليل الاختناقات المرورية والكثافة، مما يمكن الحكومة والمسؤولين من تغيير مسار الحافلات في ساعة الذروة وتجنب الاختناقات المرورية. سنغافورة تلك المدينة إذن الصغيرة أو المدينة الدولة حققت الحقيقة قفزة نوعية عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا. اليوم تتصدر قائمة لأفضل مدن العالم ذكاء عندما يتعلق الأمر بالاختناقات المرورية والسيطرة عليها، إذ أنها يمكنها أن تراقب تقريبا المدينة كاملة، سنغافورة كاملة تحت المراقبة، يمكن أن تغير مسار السير في أي لحظة حتى تكون هنالك مرونة أكثر في الاختناقات المرورية أو في حركة السير. يمكن أيضا لأنها صغيرة استطاعت فعلا نشر هذه التكنولوجيا فيها، عني استغربت عدم وجود أو غياب اليابان الرائدة طبعا صحيح. في صناعة التكنولوجيا دائما. صحيح، لأن المدن الذكية هذا جزء من قصة المدن الذكية اللي هي استشعار السيارات أو استشعار الأجسام وهي تتحرك، ليس بمجرد مراقبتها بالكاميرات، وإنما هنالك مستشعرات في الطريق تستشعر الكثافة المرورية لهذه الطريق وتعرض هذه البيانات. فالتقرير ممكن يلخص جزئية فقط في المدن الذكية، ممكن اليابان طبعا دائما نحن نسمي كوكب اليابان للتعبير عن أن هذه الدولة الرائدة في التكنولوجيا، الرائدة في كل شيء حقيقة في العالم، فيبدو أنها غابت فقط عن هذه الجزئية ولن تغيب عن الكل. لكن يعني اليابان حاضرة، ربما إن غاب حتى وإن غابت عن هذه القامة فاليابان حاضرة في تصنيع هذه التكنولوجيا، في تطوير هذه التكنولوجيا. سنغافورة هنا استخدام لهذه التكنولوجيا وتطويرها لحياة البشر، ربما هنا الاختلافات يجب الاهتمام بهذه النقطة. هناك من يصنع التكنولوجيا وهناك من يستخدمها أو يحسن استخدامها. سنغافورة أيضا عندما نتكلم عنها نتكلم عن مدينة خرجت يعني من فقر وخرجت يعني بسرعة وتطورت بسرعة صاروخية، هذا الأمر أيضا ملفت للنظر، على عكس مثلا عندما نتكلم عن اليابان اللي هي سنوات وسنوات من الازدهار والتطور المستمر. سنغافورة وماليزيا تصنف كذلك من أرقى الدول، أقوى الدول من حيث ترتيب الجامعات فيها والتعليم وأنظمة التعليم صحيح. فيها هذا شيء لا يمكن إغفاله خاصة في مجال الرياضيات، سنغافورة معروفة جدا. وبكلام عن الاختراعات والتكنولوجيا وكذلك الاكتشافات اليابانية منها وكذلك الأخرى، نتكلم اليوم عن اكتشاف جميل، ليس اكتشافه إنه هو آلة، اختراع جميل جدا يتم من خلاله مراقبة حركة الجري أو السير للرياضيين، وكذلك يمكن التحكم عن طريق في الجهاز هذا عن طريق الأوامر الصوتية فقط. وغدا هو يوم الوطني للرياضة هنا في قطر. نعم غدا هو اليوم الوطني للرياضة، فلذلك الموضوع جميل جدا لمن ومن المدن الذكية للرياضات الذكية. بالضبط. إذا تقوم هذه النظارة الذكية بتعقب حركة الرياضيين سواء عبر الجري أو المشي أو ركوب الدراجة مع تقديم معلومات عن عدد المسافات المقطوعة وسرعة الجري، وذلك عبر الأوامر الصوتية فقط. النظارة من إنتاج شركتي إنتل وأوكلي، ويقول مطورها إنها تساعد في بلوغ الأهداف التي يضعها الرياضيون لأنفسهم. سعر هذه الساعة حوالي $150 ويمكن الحصول عليها من مواقع البيع الإلكتروني. إذن كما تشاهدون هذه النظارة يمكن التحكم فيها فقط بالأوامر الصوتية، يمكن أن تعطيك سرعة الجري التي أنت عليها حاليا وكذلك المسافة التي قطعتها كما نلاحظنا. It's 7 minutes 32 seconds per mile, just right. هل تفكر مراد في اقتناء مثل هذه النظارات؟ نعرف أنك كثير الجري يعني والمشي فلا أدري كنت والله جميلة، هي قد تعوض المدرب، وكذلك هناك متابعة علمية للنشاط الجسم ما يحصل في جسم الإنسان، أنا أراها صراحة مفيدة جدا لتعظيم فائدة الرياضة نعم. حتى التحفيز يعني محفزة جميل، أن هناك من يراقب تحركاتك ويمدك بالضبط. قصة التحفيز في هذه النظارة أساسية
جدا. إذا وأنت تجري مثلا أو تقوم بحركة الرياضة ستسمع التحفيز لك، تقول أنك والله أنت اليوم أفضل، أنت اليوم أفضل مما كنت، وهكذا تشعر بأنك لديك طاقة أكثر للمضي قدما مثلا في مسافات جري أكثر وغير ذلك. يمكن طلبها عبر الإنترنت. نعم يمكن طلبها عبر الإنترنت، وتتوفر بكثير من الألوان لمن يريد ألوان مختلفة. سعرها 150 150 دولارا مع تطبيق إلكتروني طبعا مجاني على الهاتف النقال. نعم نواصل في الاختراعات التي تساعد على حياتنا. كما تعرفون قصة التنفس، هنالك الكثير من العلماء، الكثير من الأطباء، الكثير من الباحثين يرون بأن التنفس الصحيح هو صلب الحياة الصحية. كل ما يتنفس الإنسان بشكل صحيح كلما كانت حياته أفضل، كلما حصل على أكسجين بطريقة أفضل، وكلما نام بشكل أكثر صحية. أكثر صحي يعني يكون حتى تكون حياته أكثر صحية، والعكس صحيح. هذا الاختراع اليوم الذي معنا اليوم يساهم في مراقبة حركة التنفس لدى البشر خلال نومهم وكذلك خلال استيقاظهم. يقوم هذا الجهاز إذن الحاصل على أفضل اختراع بمعرض التكنولوجية الاستهلاكية المقام مؤخرا بالولايات المتحدة الأمريكية بمراقبة التنفس خلال النوم، خاصة للذين يعانون من مشاكل في التنفس ويسعون للتخلص منها. كما يقوم الجهاز عبر تطبيق إلكتروني بمساعدة المستخدم على النوم عبر طرق خاصة في تحويل التنفس إلى إيقاعات موسيقية هادئة. ويقدم التطبيق ملخصا كاملا لليلة مع نصائح وإرشادات خاصة بالتنفس وبالنوم أيضا. White in-sync dots show your breathing gradually slowing down. نعم إذن كما تلاحظ التطبيق يعطيك ملخصا كاملا لليلتك عن التنفس كيف كان، وكذلك حتى خارج النوم يمكنك أن تتنفس بطريقة عادية، والتطبيق هو من سيقول لك هل تنفسك صحيح أم ليس صحيحا. الجميل فيه أنه يساعد على النوم بطريقة التنفس، وهي طريقة معروفة عند علماء النفس وكذلك عند علماء الطاقة، أن التنفس الهادئ والعميق يساعدك على الاسترخاء ويساعدك على النوم. هذا التطبيق يحول هذه الأنفاس إلى إيقاعات موسيقية هادئة تتناغم مع تنفسك وتساعد الدماغ على الاسترخاء أكثر. نعم. للعلم فقط، كل أعضاء الجسم عندما يمكن أن تتوقف عن العمل إلا السمع فإنه لا يتوقف ونحن نائمون. إذن أشكركم، هذا كل ما لدي اليوم، ويتجدد لقاؤنا دائما في فقرة السوشيال ميديا ككل صباح إن شاء الله. شكرا لكم ويومكم سعيد. شكرا.